مشروع مهم جدا في توقيت مهم جدا بيتواءم مع كم الاحتياج اللي في الفترة الحالية للعملة الصعبة بالدولار. الحقيقة انه مشروع القانون بيتقدم لانه قطاع السياحة ده من اهم القطاعات اللي موجودة داخل الجمهورية، بيمثل تقريبا 11.3% من اجمالي الدخل القومي المصري، وده امر مهم جدا. كمان يعني بيورد لينا من العملة الصعبة تقريبا 19% من العملة الصعبة، وبيمثل دخل كبير جدا بالنسبة لمصر. مشروع القانون له اهمية كتيرة جدا عشان نقدر نعمل تنشيط للسياحة البصرية. أبدأ أدعم كل العناصر اللي تقدر تنشط السياحة، تقدر تنميها لداخل مصر، سواء من اتحاد الغرف السياحية أو هيئة تنشيط السياحة أو التنمية السياحية. أنا يا جماعة النهاردة أنا عاوز أقول إحنا قدرنا نحقق الأمن والأمان في مصر في عدد سنين قليل جدا، ده المفروض من أكتر العناصر اللي تؤدي إلى تنشيط السياحة المصرية. النهاردة كان يعني تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن تبادل يعني المعلومات الضريبية والانضمام للاتفاقية منتدى الشفافية العالمية في المسائل الضريبية، ودي حاجة متممة اللي احنا اخدناه في يعني قوانين اخرى تتعلق ب يعني قانون الضريبة العامة الموحد، بحيث ان مصر تضمن يعني عدم التهرب الضريبي شأنها شأن باقي الدول الاخرى مع الحفاظ على سرية المعلومات.